السلام عليكم مشاهدينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث. وجاء الرئيس عبد ربه منصور هادي الحكومة بتحرير سوق المشتقات النفطية والسماح للشركات والأفراد بممارسة عمليات الاستيراد والبيع في الموانئ اليمنية. وشدد هادي على ضرورة ضبط أسعار الغاز وإلغاء الإجراءات المعرقلة لعمليات النقل. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نناقش هذا الموضوع في محورين: الأول مسببات توجه الحكومة لخصخصة المشتقات النفطية، والثاني هل تحرير المشتقات النفطية قرار اقتصادي أم سياسي؟ إذن يتخوف اقتصاديون من صعوبة تطبيق قرار تحرير المشتقات النفطية، خصوصا مع عدم وجود ضمانات لضبط الأسعار وعدم تراجعها في ظل ضعف نفوذ مؤسسات الدولة. لكن الحكومة تقول إن هذا القرار يأتي تماشيا مع خطط العمليات الإنسانية المعلن عنها من قبل التحالف العربي، وبهدف تسهيل دخول الاحتياجات الإنسانية للمواطنين من أجل تخفيف أسعار المواد الأساسية بما فيها المشتقات النفطية. نتابع هذا التقرير ومن ثم نبدأ النقاش مع ضيوفي. إنهاء مؤقت للاحتكار الحكومي طويل الأمد لاستيراد وبيع المشتقات النفطية، جاء ذلك في سياق أحدث توجيه رئاسي قضى بتحرير سوق المشتقات النفطية عبر السماح لجميع الشركات والأفراد باستيراد وبيع المشتقات النفطية في جميع الموانئ اليمنية بما فيها تلك التي لا تزال تحت سيطرة الميليشيا الحوثية. قضى التوجيه بتعليق الرسوم الجمركية للمشتقات النفطية بهدف تقليل الأسعار، بحيث يتم مراجعة وتقييم هذه الإجراءات ومدى انعكاساتها إيجابا على حياة المواطنين بعد 3 أشهر. حيثيات التوجيه الرئاسي تفيد بأنه جاء متسقا مع خطة العمليات الإنسانية الشاملة التي أعلن عنها ما يسمى بتحالف دعم الشرعية، أمر يفسره التأييد المباشر من قبل سفير المملكة لدى اليمن محمد الجابر، الذي أسهب في توضيح إيجابيات هذا التوجيه على المستهلكين وتأثيراته السلبية على الحوثيين. تأخر هذا الإجراء الحكومي 3 أعوام عن إجراء مماثل اتخذته ميليشيا الحوثي في صنعاء، لكنه لم يوقف التصاعد الحاد والجنوني لأسعار المشتقات النفطية، والذي بلغ مدى خطيرا بانعدام هذه المواد من السوق، ما خلف وضعا معيشيا صعبا للسكان في وقت أفسح فيه المجال لتجار مرتبطين بسلطة الأمر الواقع لإعادة احتكار تجارة المشتقات النفطية وجني ملايين الدولارات من ورائها. أزمة شح الدولارات كانت قد تسببت في توقف شركتي النفط ومصافي عدن الحكوميتين عن استيراد المشتقات النفطية في ظل عجز الحكومة عن تغطية فاتورات واردات الوقود بالعملة الصعبة. ويرى مراقبون أن تزامن الإجراء الرئاسي مع تعيين مديرة جديدة لشركة النفط اليمنية إشارة واضحة إلى بدء مرحلة جديدة من أداء الشركة، الذي سيكون مهادنا إلى حد كبير مع كبار مستوردي المشتقات النفطية وبعضهم قريب من مؤسسة الرئاسة. تحول آخر في السياسات الاقتصادية للحكومة التي تفقد نفوذها على الأرض وتتحمل أعباء قرارات تذهب عائداتها لأطراف عديدة ليس بينها الشعب اليمني، في ظل انعدام الضمانات التي تجعل من قرار كهذا مفيدا بالقدر الذي يلبي احتياجات شعب طحنته الظروف الاقتصادية ولم يعد يقوى على الاحتمال. إذن مشاهدينا نبدأ النقاش، وينضم إلينا السيد عبد الله الهويدي مدير تنسيق اللجان النقابية في شركة النفط، سينضم إلينا من عدن. سيد عبد الله مساء الخير. مساء النور. أهلا بك سيد عبد الله، ماذا يعني لكم قرار تحرير المشتقات النفطية بالنسبة لكم كعاملين في شركة النفط؟ والله تحرير المشتقات النفطية هو يعتبر يعني تحرير يعتبر يعني ما لهش وجودا على المستوى الشركتين، ونحن كنا نتمنى من ان يكون التحرير الشركتين هو اعاده الشركتين شركه النفط وشركه مصافي عدن الموجودات عند الغير حتى تحرر المشتقات النفطيه ويصبح بالسوق محرر يعني بالقيمه التي حتى لم تحدد حتى الان. نعم، لكن يعني مثل هذا القرار يعد حلا لمشاكل شركه النفط وموظفيها، أم أنه يعني قد يحل جزء من المشكلة الآن لكنه سيصنع مشاكل أكبر
مستقبلا؟ القرار هذا لن يحل اي مشكله، وانما يزيد الطين بله، لان القرار جاء مبعد حق الشركتين، لان هذه الشركتين هي شركتان مملوكه للدوله، وقدمت في خلال الفتره الماضيه المدوده عن كل ما كان لديها من مخزونات للمزيد الحربي. هذا القرار يخدم طبعا من القطاع الخاص او المترددين في الدوله. نعم، لكن البعض يتخوف من أن يعني هذا القرار يعمل على زيادة من نفوذ تجار النفط ويكون أيضا عبئا على المواطنين. هذا بالطبع، يعني هذا القرار هو بيزيد أكثر عبئا وأكثر مشاكل للمواطن الذي يعاني لفترات طويلة من زيادة المنشآت النفطية الذي موجودة على مستوى السوق السوداء. نعم، وسبب هذا القرارات فإن الآن المتحكم بالسوق هي القطاعات الخاصة التي لا تملك حتى الحرية أو لم تعمل بتشعيرة الدولة. نعم، لكن سيد عبد الله يعني نعم تفضل. عملت الآن يعني هذه زيادة المنشآت النفطية أو القرار الصادر ولا يخدم المواطن بشكل عام ولا يخدم الشركتين، وإنما يخدم أوامر النفط الذين قد ترضاهم الى ملاكس كبيره لقشاعهم على مستوى المواطن الجبلي. نعم، يعني وما الذي يجعل الحكومه تتخذ قرار كهذا بينما يعني الاسباب واضحه انه كما اسلفت هذا القرار لا يخدم المواطن انما يعني يخدم كما وصفتهم هوامير النفط؟ نحن هنا بالساعات الان نحن معتصمين في مخيم خاص لشركه النفط في ساحه البراقه، معتصمين من اجل عنيف عن المنشآت النفطية، وتتحمل المسؤولية الحكومة عن قراراتها وخلفية القرارات التي لم تكن على مستوى مدروس، وخاصة التعامل مع المنشآت النفطية التي تعتبر هي شرائع الحياة للمواطن اليمني. بالطبع نحن الآن في المخيم نطالب أن تكون تسعيرة المنشآت النفطية طبقا لما يتعامل به المواطن، لأن المواطن يعاني منذ فترة طويلة ولم تقل له تحسين مستوى معيشته. نعم، لكن سيد عبد الله يعني اليوم حاليا من يتحكم في قرار بيع واستيراد المشتقات النفطية؟ يعني الحكومة أم شركات نفطية أم التحالف العربي؟ يتحكم بالمشتقات النفطية، وكل المشتقات النفطية هم ما يتحدث عدد أصابع عدد. ألو. نعم تفضل سيد عبد الله. نعم نعم، يعني أنا كنت قد سألتك حاليا من يتحكم في قرار بيع المشتقات النفطية، هل الحكومة أم شركات نفطية أم التحالف العربي؟ المنشآت النفطية يتحكموا بها تجار لا يرحمون المواطن، قشعين قشع لا يعني قشع بعض. نعم، يكلف المواطن اليمني بالحصول على الدبة في ظروف تعاني من البلد خرجت بعد حرب، والبلد تعاني محتاجة إلى معالجات حقيقية على الواقع اليمني، وخصوصيا في المحافظات المحررة يعاني بالكثير، وخصوصيا من المشتقات النفطية، يعني ما بين الحين والآخر، وهذه الاختناقات هم سماع وبعثات يسببوها عوامل النفط والذي لا يتعدى عددهم أصابع اليد. نعم، لكن هناك من يقول أن يعني إتاحة الفرصة لتجار وشركات بعملية استيراد النفط سيعني يعمل على توفير المشتقات النفطية، ومن ثم سينعكس الأمر على الانخفاض في أسعارها وسيعود بالفائدة على المواطن، هل تتفق مع طرح كهذا؟ حتى القرار الصادر أو اللي عدوا إدارة مجلس الوزراء ولم يحدث حتى التسعيرة المنشآت النفطية الذي يمكن الحصول على المواطن، لأن المنشآت النفطية الآن لم توجد أصلا في المحطات التابعة للحكومة أو المحطات التي تخضع لشركة النفط والتي تتعامل بربطها مع المواطن اليمني. هذا زي ما أوامر النفط هم اللي يتحكمون بالنفط شمالا وجنوبا. نعم، اليمن كامل.
طيب يعني كما فهمت منك أنكم حاليا تقومون باعتصام، وأنك الآن تحدثني من موقع الاعتصام، يعني ما هي أهم المطالب التي تطالبون بها وتمثل بنظركم حلا للكثير من الإشكاليات المتعلقة بالنفط؟ نحن مطالبنا طبعا الاعتصام، خرجنا إلى الاعتصام بالساعات والميادين بطريقة سلمية وديمقراطية لعبر عن رأينا، لأن المنشآت النفطية هي يجب تخضع لقانون مناقشات وأيضا تخضع لقانون عمل الشركتين مصادر عدن وشركة النفط. نحن هنا بهذه الساعات نطالب بتجديد القرارات والقوانين المنصوصة على الشركتين، ولا نحن خروجنا بحدود إغباط كامل سبب لنا شلل في السوق هو القيام. نعم، إذا وضحت الصورة سيد عبد الله الهويدي مدير تنسيق اللجان النقابية في شركة النفط، كنت معنا من عدن، شكرا جزيلا لك. سينضم إلينا الخبير الاقتصادي من مدينة أنقرة التركية سيد حسام السعيدي. سيد حسام مساء الخير. مساء النور، أهلا وسهلا. أهلا بك سيد حسام، يعني قرار جديد للحكومة بالسماح للشركات والتجار في المشاركة باستيراد المشتقات النفطية وتسويقها، لكن يعني كيف تنظر لتأثير قرار تحرير المشتقات النفطية على المواطنين، وهل يعني سينعكس سلبا أم إيجابا؟ والله في تصوري أنا بأن هذا القرار هو جاء كمحصلة ل الفشل الذي حدث في المنطقة المحررة بما يخص المشتقات النفطية وتوفيرها للمواطنين، وأيضا الأنباء التي كانت متكررة حول وجود احتكار من قبل بعض الشخصيات في عدن التي تحظى ربما بسلطة معينة أو بوساطات معينة يعني في القرار الحكومي، وبالتالي تسيطر على سوق النفط ومع ذلك لم تستطيع التحكم أو توفير المشتقات النفطية في السوق المحلية. نعم. تصوري أن القرار ربما يكون اتخذ على عجالة وربما هناك آثار، وكنت أتمنى الحقيقة خصوصا بعد التجربة السيئة التي رأيناها من القرار التعويم السابق أن يكون هناك دور أيضا على الأقل إشرافي لشركة النفط اليمنية. نعم. حيث أن وجود شركة النفط يعني يضبط بوصلة السوق ولا يجعل أو لا يسمح الحقيقة بوجود نوع كبير من نقول الاستغلال ما يخص أسعار النفط وإلى آخره، ولكن في نهاية المطاف ربما هذا القرار جاء كتحصيل أو لمحاولة لفشل. يعني سيد حسام يعني لو نظرنا للقرار كهذا ليس بالقرار السهل أو يعني الذي يفترض أن يتخذ على عجالة، يعني يفترض أن تكون هناك يعني ضمانات تجعل من هذا القرار يصب في مصلحة المواطن، كما تحدثوا أنه جاء هذا القرار من أجل مصلحة المواطن، لكن يعني لم تتبين أي ضمانات في هذا الجانب. نعم، الحقيقة أن موضوع يعني تحرير الأسواق وتعويم المشتقات النفطية هو بحاجة في الغالب إذا كان قرار مدروس إلى وضع ضمانات معينة تمنع وجود احتكارات أو صراع حرب أسعار مثلا، أو يعني سيطرة جهة معينة على السوق الخاص بها. ولكن الحقيقة حسب الردود التي ظهرت ابتداء وجدنا بعض الترحيب من بعض مثلا السفير السعودي تقريبا لدى اليمن ورحب بالقرار او راى ان هذا القرار ممكن يخدم، ربما هذا القرار قد يكون بطلب من جهات اخرى يعني ليس فقط قرارا حكوميا في تصوري، ما دام انه قد حظي بالترحيب. انما عموما في تصوري الشخصي ايضا انه في حال لا يوجد دور نهائي للحكومه في هذه العمليه فان صراحه المشتقات النفطيه ربما تخضع للتلاعب او تواجه مشاكل اخرى. نعم. خاصه اننا راينا يعني التجربه السابقه التي قام بها الحوثيون بتعميم النفط والتي انتجت احتكارات كبيره خاصه بهم، وتم ازاحه التجار الذين كانت اسمهم موجوده في هذا الخصوص، وتم تدمير شركه النفط تماما. نعم. وبالتالي خلقت ايضا الكثير من المشاكل، لم يمثل القرار حلا نهائيا. بتصوري كان يجب ان يكون هناك نوع من الشراكه وما يضمن ايضا ان في حال وجود مشاكل او وجود يعني احتكار معين او مشاكل تعوق وصول المشتقات النفطيه الى المواطن يكون نعم. للحكومه قدره على التدخل المباشر وبسرعه.
لا يجعلها بعيدة كل البعد عن السوق، وبالتالي غير قادرة على التدخل. لكن سيد حسام، هل تنظر لهذا القرار بأنه يعني قرار جاء من أجل بالفعل يعني خصخصة المشتقات النفطية، أم أنه يعني نستطيع القول عليه قرار سياسي، خصوصا مع تصريح الرئيس عبد ربه منصور هادي بأن يعني قرار المشتقات النفطية أتى تماشيا مع الخطة الإنسانية للتحالف العربي لليمن؟ هل يعني أن هذا القرار يعني قرار سياسي استجابة لضغوط خارجية أكثر من كونه اقتصادي؟ يعني في حقيقة الأمر لا نستطيع القول بأن القرار اتخذ بضغط، يعني لأننا لا نمتلك الحقيقة الصورة الكاملة عما حدث. ولكن الحقيقة كان هناك، يعني لو نظرنا إلى الصورة في عدن، كان هناك شكاوى متكررة من قبل سيطرة شركة ما هناك، يعني شخصية معينة عن السوق النفط، لا أريد أن أذكر الأسماء. وربما كان هذا الأمر يعني وصلت الشكاوى بشكل أو بآخر، أو أنه العملية يعني هناك فساد ما في الحكومة، أو ربما يتم اتهام الحكومة بهذا الأمر أو اتهام شخصيات معينة في الحكومة، وهذا الأمر جعل الرئيس اتخذ هذا القرار. في تصوري كما ذكرت سابقا أنه نجاح هذا القرار يعتمد على وصول المشتقات النفطية إلى المواطن بسهولة، ووصولها في الوقت المناسب وبالسعر المناسب، يعني السعر الذي تم تعويم المشتقات النفطية على أساسه، كيف سيتم احتساب الأسعار، وهل هناك إمكانية لوجود مخزون يغطي أو يمنع تأثر السعر المحلي بالتقلبات اليومية في سعر المشتقات النفطية، وعلى الأقل حتى التقلبات الأسبوعية في سعر النفط؟ هذا السؤال كان يجب أن يوجه الحقيقة إلى الحكومة أو إلى من متخذ هذا القرار. نحن سنحكم على النتيجة أو على القرار من النتائج التي يحققها. أو بالمفترض يعني أن يكون القرار يعني مصحوب بجانب تنظيمي لتنظيم عمل هذه الشركات. يعني أنت تحدثت أنه هناك شركة في العاصمة المؤقتة عدن، كما تتداول الأنباء، أنها يعني باتت تحتكر نوعا ما للمشتقات وسببت إشكالية في الشارع هناك. هذه الشركة لم تستطع الحكومة ولا الدولة يعني ضبطها وإعادتها إلى الوضع الطبيعي، فما بالك أن يكون الأمر مفتوح لجميع الشركات للعمل دون أن تكون هناك رؤية تنظيمية؟ الحقيقة الاتهامات هي تتهم الحكومة بالتواطؤ مع تلك الشركة أو مع ذلك الأشخاص، بأن هناك تواطؤ الحقيقة بالنسبة لسوق المشتقات النفطية، وأن هذا التواطؤ يستخدم أحيانا يعني لأغراض سياسية. هذه هي الاتهامات التي تداولت بشكل كبير الحقيقة مؤخرا. ولكن الحقيقة أن يجب في أي قرار اقتصادي أن ينظر إلى النتائج على المدى القصير المباشر وعلى المدى الطويل. يعني تعويم المشتقات النفطية يجب أن يصاحبه على الأقل وجود إمكانية لوجود مخزون معين يستطيع تغطية الطلب في السوق المحلية وعدم تأثرها بالتقلبات الفجائية التي قد تحدث في السوق العالمي، هذا أولا. ثانيا أيضا السماح لإبعاد شركة النفط نهائيا، والحقيقة والسماح للقطاع الخاص كاملا، وربما يمثل خطوة جيدة الحقيقة في مجال تحرير الأسواق، ولكن في كالوضع الحالي ربما يخلق مشاكل كثيرة خاصة في وضع الحرب، وبالتالي رفع يد الحكومة تماما من إمكانية التدخل في السوق. هذا ربما يخلق مشاكل أخرى يعني مصاحبة، خاصة في وضع الحكومة فيه ضعيفة ولا تستطيع التدخل. بالتالي كان هنا السؤال أنه كان يجب الحقيقة أنا في رأيي أن يكون عملية مشاركة يعني تشاركية، بحيث أنه في حال حصلت مشاكل أو اتضح أن هذا القرار نتائج سلبية كبيرة على المواطن، تستطيع الحكومة التدخل بيد أخرى يعني في الواقع يعني. نعم، لكن سيد حسام، الموانئ اليمنية وشركة النفط يعني عمليا هي بيد قوات أمنية تتبع التحالف، خصوصا الإمارات، وموانئ التصدير بيد التحالف أيضا. كيف ستتحكم الشرعية بحركة سير الإشراف على المشتقات النفطية؟ الأمر الحقيقة هذا القرار هو ربما يصب في هذه الناحية، بحيث أنه يقلل الحقيقة من سيطرة الحكومة تماما، ويجعل الموضوع بعيد عن شركة النفط وبيد الشركات الخاصة والقطاع الخاص. وأيضا أضف إلى ذلك أنه إلى جانب ما ذكرته، يعني بالنسبة للموانئ، والقرار ليس فقط يخص النفط، وإنما هو في تصوري كان يجب أن يكون هناك تفاهمات سيادية لنقل في هذا الأمر. نعم. بحيث ينظم عمل الموانئ ومنظم عمل، ليس المشكلة فقط في المشتقات النفطية. المشتقات النفطية هي الحديث عنها بشكل كبير لأنها تدر دخلا كبيرا،
ولكن هناك أيضا، ولأنها أيضا تؤثر على العديد من القطاعات بشكل مباشر وبسرعة. يعني عند وجود أول أزمة ترى أن سوق المشتقات النفطية هو المتأثر الأول أو الكبير. لكن أيضا بالنسبة للموانئ، أنا في تصوري الشخصي أن يجب أن يكون هناك دور للحكومة إشراكي على ووجود حقيقي للحكومة، وليس فقط مجرد في سوق معين أو في فئة معينة من الأسواق. يعني هذا في تصوري الشخصي. نعم. طيب سيد حسام، يعني الحكومة أيضا في القرار أشارت إلى أن عملية ضبط الأسعار يعني ستكون بيد وزارة النقل، وأيضا التنسيق مع الشركات الخاصة في بيع وتوزيع المشتقات النفطية. يعني هل لدى الحكومة فعلا يعني القدرة على ضبط الأسعار والتنسيق بين الشركات من خلال وزارة النقل؟ يعني الآن في تصوري نعم. المشكلة هنا أن كما ذكرت سابقا، بدون وجود قوة حقيقية للتدخل في السوق، فإن التدخل سيبقى أدبيا، يعني فقط عبارة عن تخاطب أدبي مع الشركات وأنه تحديد أسعار مثلا. وإذا ما قارنها يعني بضعف أيضا حضور الحكومة والوزارات على الأرض. نعم، ستكون هناك كما قلت لك، ستكون المشاركة الحكومية أو فيها الإشراف الحكومي في هذه الناحية هي مشاركة أدبية فقط، يعني ربما تحديد حصص معينة، تحديد مربعات جغرافية معينة يعني سيكون الأمر إشرافي من بعيد. لكن في ظل وجود شركة النفط كأحد على الأقل أحد المستوردين والمشاركين في السوق، هنا سيمكن الحكومة في نقطة ما من التدخل في حال حصول تشوهات في سوق النفط. هذه هي النقطة المهمة، أن وجود شركة النفط أو على الأقل وجود يعني لنقول إشراف مباشر أو من الحكومة في هذا العمل، ربما يعطيها صلاحية أكبر في العمل. الحقيقة المشاركة بين القطاع العام والقطاع الخاص شيء مهم، سواء في سوق النفط أو غيره، وأمر مرحب به، لكن أيضا يحتاج إلى ضوابط. نعم، يحتاج إلى ضوابط، ويحتاج أيضا إلى إمكانية للدولة في حال أنه حصلت تشوهات أو حصلت مشاكل معينة أن تكون لديها القدرة للتدخل. هذه هي النقطة، وأنا في تصوري أن هذا القرار يعني تنقصه هذه النقطة بالذات، وربما هو اتخذ كما قلت سابقا ربما تحت ضغوط معينة، أو ربما يعني بناء على واقع تحصيل حاصل، يعني كأمر تحصيل حاصل لحل مشكلة قائمة دون النظر إلى هل هذا القرار فعلا سيحلها أم لا، وفقط أو ربما يكون حل آني وبعد ذلك كتجربة، يعني معرض للصح والخطأ. وهذا في تصوري كان اتخاذ القرار يجب أن يتم التمهيد له جيدا ودراسته جيدا قبل أن يتم اتخاذه. نعم، إذن وضحت الصورة. أشكرك جزيلا الخبير الاقتصادي سيد حسام السعيدي، كنت معنا من العاصمة التركية أنقرة. أشكرك جزيلا. بهذا مشاهدينا وصلنا إلى ختام حلقة الليلة. أشكر أيضا ضيفي الآخر عبد الله الهويدي، مدير تنسيق اللجان النقابية في شركة النفط، كان معنا من عدن. وختاما مشاهدينا، تقبلوا تحياتي وتحيات معد حلقة الليلة زميل عبد الرقيب الأبارة، والتحية أيضا من جميع أفراد طاقم العمل. حتى نلتقي في حلقة قادمة، نترككم في رعاية الله وحفظه.